Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membaca surah Ali Imran dari ayat 102 sampai 109. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'dhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'a idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.